أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمضي في طريق التنمية والبناء بمرحلة قوامها البناء والإنتاج. وأوضح الرئيس السيسي أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان والعمل المنظم المتواصل المبني على الأخذ بأسباب الحياة هو المنهج الرشيد الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وتعليمه لأمته. ولا يخفى عليكم أننا نمضي معًا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى أفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بداناه، ودعما لجهود الدوله التنمويه من خلال المشروعات القوميه العملاقه في مختلف المجالات على امتداد رقعه الوطن. واؤكد لكم ان المنهج الذي يجمع بين الايمان واليقين في الله سبحانه وتعالى، والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الاخذ بالاسباب، بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها لهو المنهج الرشيد الذي حرس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وبثه وبثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم